معاكم المهندس محمد فايز، هنكمل تكملة شرح الـ SCR Basic. احنا خدنا الـ Basic AC Generator، والسيشن دي خاصة بالـ SCR Basic. أول حاجة يا جماعة عندنا هنشتغل على حاجة اسمها الـ DC Contactor Layout. DC Contactor Layout هنشوف الـ Layout بتاع الـ DC Contactor. يبقى انت بيبقى عندي دي سي لاي اوت كونتاكتور. في الحاله دي الكونتاكتورز يا جماعه بيبقى لها شكل. ايه الشكل؟ هترسم لي كده مربع او مستطيل، في اربع مستطيلات زي اللي على ايدك الشمال اللي انت شايفهم الصغيرين دول، في اربع مستطيلات. اربع مستطيلات، المستطيلات ديت بتعمل ايه يا رجاله؟ المستطيلات ديت هنكتب فيها ارقام. ايه الارقام؟ عشان هوريك ناحيه البراكتيكال العملي الدي سي كونتاكتور بيبقى موجود في الاس سي ار ازاي، له لي اوت معين، له لي اوت معين. فمن فضلكم عايز اظبط اللي اوت بتاعي. يبقى اللي اوت عندنا يا جماعه هترسم لي مستطيل او مربع فيه اربع مربعات صغيرين زي اللي قدامك دول، يبقى ده اللي اوت بتاعك. طب اللي اوت في الدي سي كونتاكتور ازاي؟ بقول لي تكتب على اللي فوق الاربع مربعات اللي فوق اللي هو الكونتاكتور اللي فوق كي 3 كي 2 كي 7 كي 4 كي 1 كي 5 كي 6. تمام؟ يبقى انت دلوقتي احنا عرفنا تنظيم الدي سي كونتاكتور او اللي اوت الخاص بالدي سي كونتاكتور على اساس ان ده البيزكس بتاعك، ان انت لما تبقى شغال وخش الاس سي ار وافتح الكيوبيكال بتاعه الاس سي ار، ممكن اول ما تبص اشوف الدي سي كونتاكتور اعرف الاس سي ار ده بيشتغل ايه وايه. ماشي يا جماعه؟ يبقى انا دلوقتي عرفت اللي اوت للدي سي كونتاكتور. يبقى الاول في الصف اللي فوق من ناحية الشمال كي 3 كي 2 كي 7 كي 4 كي 1 كي 5 كي 6. طيب ايه الخطوة اللي بعد كده ان انا افهمها يا جماعة؟ ان انا اعرف الكونتاكتورات البوستف والكونتاكتورات النيجاتيف. ايه الكونتاكتور البوستف اللي عندي هنا؟ اعرفهم ازاي؟ لان اي دي سي كونتاكتور يا رجالة بيشتغل بايه؟ ببوستف ونيجاتيف. يعني اي دي سي موتور هيشتغل بيبقى محتاج ان هو يشتغل ببوستف ونيجاتيف، يبقى هياخد اتنين كونتاكتورز من دول. يبقى الكونتاكتور البوستف عندنا، يبقى الكونتاكتورات البوستف اللي هي ايه؟ واحد واتنين وتلاته. طب الكونتاكتورز النيجاتيف اربعه وسته وسبعه. يبقى انا عرفت حاجه ان انا عندي اللي اوت كي 3 كي 2 كي 7 كي 4 كي 1 كي 5 كي 6، يبقى ده اللي اوت. طيب لما حد يسالك يقول لك الكونتاكتورات البوستف والنيجاتيف فين؟ يبقى الكونتاكتورز البوستف اللي هو 1 و2 و3 اللي هم ناحيه الشمال دول. واحد، اخد الهايلايتس بس عشان اوريكم اهو في الحته دي كده الكونتاكتورز دوت كي 1 كي 2 كي 3، ده اللي هو البوستيف. والكونتاكتورز اللي هم النيجاتيف 4 و6 و7. طيب تمام. طب انا عرفت الخطوه دي تماما زي الفل، اعمل ايه تاني؟ اول حاجه احنا هنروح عندنا كام اوبشن شغاله في البريمه. عندي حاجه اسمها دير وورك، وعندي حاجة اسمها مد بامب، وعندي حاجة اسمها روتري او تي دي توب درايف. الله، مش دول بيشتغلوا بدي سي موتور يا جماعة؟ كل واحد من ده بيشتغل بدي سي موتور. يبقى قلنا كل دي سي موتور محتاج اتنين كونتاكتور، واحد بوستف وواحد نيجاتيف. يبقى الدير وورك هيشتغل بالكي بوستف وكي نيجاتيف. يبقى الكي البوستف بتاع الدير وورك يا جماعة كي 1 وكي 6. يبقى الدير وورك بيشتغل بكي 1 وكي 6. طب المات بامب البوستف بتاعها كي 2
والنيجاتيف بتاعها كي 7. طب والروتري يا جماعه او التوب درايف بيشتغل بكي بوزيتيف كي 3 وكي نيجاتيف كي 4. الله. طب الكي 5 خليه للكي 5 دلوقتي، لسه له شغل تاني. الكي 5 له شغل تاني. يبقى احنا عرفنا اللي اوت بتاع الكونتاكتورز، عرفنا الكونتاكتورات البوزيتيف والكونتاكتورات النيجاتيف، عرفت الكونتاكتورز اللي هتشغل لي الدير وورك كي 1 وكي 6، كي 1 بوزيتيف كي 6 نيجاتيف، عرفت اللي هيشغل المات بامب كي 2 بوزيتيف وكي 7 نيجاتيف، عرفت اللي هيشغل الروتري عندي او التوب درايف اللي هو الكي 3 بوزيتيف وكي 4 نيجاتيف. تمام. طيب طب انا بعد كده محتاج اعرف ايه تاني؟ محتاج يا جماعه اعرف عندي هنا حاجه اسمها الاساينمنت. اساينمنت هنا كاتب لي حاجه هعرفها هقول لك عليها. كاتب لي هنا ايه؟ ايه النوتس اللي مكتوبه جنب اللي اوت؟ كاتب لي ان كي 3 اند كي 4 ان اس سي ار 1 اند اس سي ار 2 دول مش موجودين في اس سي ار 1 ولا اس سي ار، وهنشوفه في البراكتيكال في العملي، لان انا مصور لكم الاس سي ار صور عمليه كان احنا موجودين في الاس سي ار. يبقى بيقول لي ان كي 4 اند كي 3 اند كي 4 في اس سي ار 1 اند اس سي ار 4 مش موجودين. الله. طب كي 4 ده بيشتغل ايه عندنا؟ في كي 1 وفي كي 4. قلنا ان ده بيشتغل روتري او توب درايف، يبقى الكونتاكتورات دي مش موجود. يعني كي 4 ما بيشتغلش توب درايف ولا كي 1. ايوه تمام. ده بيقول لي ايه كمان؟ ان كي 5 ان اس تي ار 3 اند اس تي ار 4. كي 5 ده موجود في اس سي ار 3. فهنشوف اللي اوت بتاعنا بعد كده. كاتب لي الاساينمنت. ايه الاساينمنت يا جماعه؟ ازاي تعرف تطلع الاساينمنت؟ الاساينمنت بتاعك دوت. الاساينمنت عندي هنشوف دلوقتي على حسب اللي اوت بتاع الكونتاكتورز. طب اشوف اللي اوت ده فين؟ تعالوا نجيب نشوف اللي اوت كده، وبعد كده بوريك الصوره العمليه ونرجع للصوره دي تاني. اللي اوت اتنين واربعين. هذا اللي اوت بتاعنا يا رجاله، اس سي ار 1، اس سي ار 1 اهو. اللي اوت تعالى ننزل لتحت اهو، موجود معانا ده اللي اوت بتاع اهو، ده اللي اوت يا جماعه. يعني ايه اللي اوت؟ يعني نشوف الكونتاكتورز اللي موجوده هنا. ها مكتوب لي ايه؟ موجود فيه كي 2. احنا قلنا هو كاتب لي في نوتس بره ان 3 كي 3 اند كي 4 مش موجودين في اس سي ار 1 واس سي ار 4 اهو، وادي كي 7 يبقى ده بيشتغل مات بامب خلاص، وده كي 1 وده كي 6. ده اللي اوت اهو، ده اللي في اس سي ار 1، ده الاس سي ار كيوبيكال قدامك اهو بتاع اس سي ار 1 اهو، ده بريمه شغاله اهي. ده بنشوف دول ايه؟ قال لي كي 1 وكي 7 كي 2 وكي 7 وكي 1 وكي 6 والكي 5. احنا قلنا سيبنا من الكي 5 دلوقتي هنعرف. يبقى اللي اوت ده بيقول لي ايه يا جماعه هنا؟ لو احنا هنكتب، خد النوتس دي عندك كده، اكتب النوتس دي عشان هنبص لها واحنا بنكتب اللي اوت انا وانتوا دلوقتي. يبقى اول نوتس عندي، خد عندك ان كلمه دي دبليو اس اسمها دير ووركس. الدير ووركس ده يا جماعه بيشتغل على اس سي ار 1 واس سي ار 3. ودير وورك دي دبليو اي دير وورك اي بيشتغل على اس سي ار 2 واس سي ار 4.
تعال نروح للمات بامب. مات بامب 1 بتشتغل على اس تي ار 1 واس سي ار 2، ومات بامب 2 بتشتغل على اس سي ار 3 واس سي ار 4. وبعدين الروتري او التوب درايف بيشتغل على اس سي ار 2 واس سي ار 3. طيب من النوتس دي تعالوا نعمل الاساينمنت. خلاص احنا هنشوف بقى الكونتاكتورات ونعمل الاساينمنت من عليها زي الخواجه، ما هو عامل اللاي اوت للكتاب. انت راجل مهندس يعني انت اللي تعرف هو مهندس زيك زيه. طيب لما نيجي هنا في اس سي ار 1 كاتب لي هنا ايه؟ كي 1 وكي 6، يبقى دول بيشتغلوا ايه يا رجاله؟ دول بيشتغلوا دير ووركس. يبقى اس سي ار 1 هتعمل اربع اعمده، مكتوب اس سي ار 1 اس سي ار 2 اس سي ار 3 اس سي ار 4، وتكتب تحتهم اللي احنا هنقوله. يبقى اس سي ار 1 كاتب لي ادام جايب لي اللاي اوت فيها، يبقى بيشتغل كي 1 وكي 6 بيشتغل دير ووركس. وهنتكلم على كلمه دي دبليو يعني دير وورك، كلمه اس يعني سيريز، بيشتغلوا الاثنين بالتوالي مع بعض، وهنتكلم في حته التوالي دي دلوقتي. طيب تعال نشوف بيشتغل ايه تاني. بيشتغل كي 2 وكي 7، ودول بيشتغلوا قلنا مات بامب 1. من النوتس اللي انا لسه مديها لك بقول لك مات بامب 1 بتشتغل على اس سي ار 1 والسي ار 2، يبقى بيشتغل كده مات بامب 1. تمام يا رجاله؟ الكلام سهل وواضح. نجيب الصفحه مديني اللاي اوت بتاع اس سي ار 1 اهو، كي 2 وكي 7، كي 1 وكي 6. تعال نروح كده لاس سي ار 2. اس سي ار 2 اهو، اكبر لك سنه شويه يعني. حاضر. ادا اس سي ار 2. اس سي ار 2 تعالى تحت اللاي اوت بتاعنا تحت اهو، دي سي كونتاكتور تحت اهي، ده اللاي اوت اهو. ها كاتب لي كام بيشتغل ايه هنا؟ كي 1 وكي 6. لو انت بصيت في النوتس كي 1 وكي 6 تحت اس ار 2 يبقى بيشتغل دير وورك ايه. طب تعالى تاني بقى بعد كي 1 وكي 6 كي 3 وكي 4 بيشتغل روتري او توب درايف. بعد كده كي 2 وكي 7 يبقى بيشتغل ماد بامب 1، يبقى ده اس سي ار 2. نروح لاس سي ار 3. اس سي ار 3 ادا اس سي ار 3. تعال نشوف اللاي اوت بتاعنا اللي تحت اهو، ادا اللاي اوت بتاع اس سي ار 3. اس سي ار 3 بيشتغل ايه؟ كي 1 وكي 6، يبقى قلنا ده اسمه ايه؟ كي 1 وكي 6. قلنا ده لو انت بصيت في النوتس كي 1 وكي اس سي ار 1 واس سي ار 3 بيشتغلوا دير ووركس. طب كي 3 وكي 4 يبقى بيشتغل روتري او توب درايف. طب عندي كي 2 وكي 7 يبقى بيشتغل مات بامب 2. مات بامب 2. هنروح لايه؟ اس سي ار 4. اس سي ار 4، اس سي ار 4 انتوا فاكرين كان في النوتس اللي جايبها لنا بيقول لي ان في كي 3 وكي 4 مش موجودين اهو، مش موجود هنا كي لا كي 3 ولا كي 4، مفيش كي 3 هنا ومفيش هنا كده كي 4. يبقى الله، يبقى اس سي ار 4 ده بيشتغل ايه؟ اس سي ار 4 بيشتغل كي 1 وكي 6، يبقى بيشتغل دير وورك ايه.
لان احنا قلنا دير ورك ايه بيشتغل اس سي ار 2 واس سي ار 4 دير ورك ايه بس. طب كي 2 وكي 7 يبقى بيشتغل مات بامب 2، مات بامب 2. طب تعالوا نشوف اللاي اوت بتاعنا، تعالوا نشوف اللاي اوت بتاعنا اللي هو كان اللي احنا عاملينه. هذا اللاي اوت بتاعنا اللي احنا عاملينه اهو. هذا اللاي اوت بتاعنا، ايه اللي عندي اهو؟ تعال نشوف هذا اللاي اوت اهو، الاساينمنت بتاعنا اهو اهو، وهنتكلم فيه شويه. ده اللي انا بشتغل عليه اهو اهو، ده اللي انا بشتغل عليه. تعال احنا عملنا دلوقتي اللي ناحيه اليمين هنا، بص على اللي انت كتبته عندك. احنا كتبنا ان اس سي ار 1 على حسب الكونتاكتورات الموجوده ان بيشتغل دير ووركس ومات بامب 1 اهو، دير ووركس ومات بامب 1. طيب بعد كده اس سي ار 2، اس سي ار 2 بيشتغل ايه يا جماعه؟ بيشتغل دير ورك ايه وروتري ومات بامب 1، مات بامب 1 وروتري ودير ورك ايه. طب اس سي ار 3، اس سي ار 3 بيشتغل عندي دير ووركس وروتري ومات بامب 2، روتري دير ووركس مات بامب 2. اس سي ار 4 قلنا بيشتغل دير ورك ايه ومات بامب 2 بس، اس سي ار 2 بيشتغل مات بامب 2 ودير ورك ايه. يبقى انت زيك زي الخواجه اللي عامل اللاي اوت، عشان انت مهندس كهرباء وفاهم كويس جدا. طب الاساينمنت يا جماعه اللي قدامنا دوت اللي انا حاطط عليه الهايلايتس، في حاجه له يمين وله شمال. طب السويتش بتاع الاساينمنت سويتش ده، يبقى ده سيلكتور ان انا بختار منه. طيب لما الحفار يختار سي مثلا ان هو هيشتغل على اساينمنت 1، اساينمنت 1 اللي هو ده مثلا اهو، يبقى الحفار جاب السيلكتور على ده. يبقى في الحاله ديت انت وانت في الاس سي ار بتاعك، لو انت عارف الاساينمنت الحفار شغال على اساينمنت 1 او انت واقف جنب الحفار، يبقى انت عارف ان ايه اس سي ار 1 مشغل عليه الدير ووركس، اس سي ار 2 شغال المات بامب 1 عليه، اس سي ار 3 شغال روتري او توب درايف عليه، اس سي ار 4 شغال مات بامب 2. ودايما يا جماعه لو احنا قسمنا كده اللاي اوت نصين، يعني عملناه من عند الاوف كده، هتلاقي فيه رايت وليفت، هتلاقي فيه الناحيه دي كده ناحيه رايت والناحيه دي كده في ليفت. يعني ايه رايت وليفت؟ يعني الاساينمنت اللي على ايدك الشمال اللي على ايدك اليمين دوت بيبقى دي دريلنج، يبقى الاساينمنت ده خاص بتاع الدريلنج. طب التاني دوت الاساينمنت التاني ده خاص بحاجه اسمها التريبنج، وفي فرق بين الدريلنج والتريبنج يا رجاله. طيب خلينا في الدريلنج دلوقتي، واحنا بنحفر يا جماعه، واحنا بنحفر في الدريلنج مفيش حاجه اسمها ريفيرس. يعني انت بتحفر كل مواتيرك شغاله فورورد، ما ينفعش ريفيرس عشان المواسير بتاعتك ما يحصلش لها باك اوف تفك منك. يبقى احنا شغالين فورورد فورورد. طيب انا شغال فورورد، طب هل احنا عندنا ريفيرس؟ هنشوف دلوقتي، هنشوف دلوقتي من اللاي اوت بتاع الدي سي موتور، نشوف مين اللي بيشتغل فورورد ومين اللي بيشتغل ريفيرس. بس احنا في الحفر دلوقتي عايزين نفهم ان كل المواتير بتاعت الدير وورك شغاله فورورد، ما ينفعش تشتغل ريفيرس خالص. الاوبشن دي مش موجوده في الحفر في الدريلنج، بل موجوده فين؟ في التريبنج. طب واحنا في الحفر بنشتغل باتنين، ما ينفعش نشتغل ببمب واحده، بنشتغل ببمبين، وهقول لك ليه دلوقتي. يبقى الروتري خاص، الموتور الخاص اللي بيحفر، الدير ورك ده اللي بيطلعني لفوق وينزلني لتحت اللي هو الترافلنج بلوك، بيطلع الواير ملفوف على درام بيطلع بالترافلنج بلوك لفوق وينزل لتحت. طب ومات بامب، المات بامب دي بتضغط بريشر طفله، ومات بامب 2 بتضغط في نفس البير طفله،
والروتري دوت اللي ايه اللي هو بلفف الروتري او التوب درايف عشان يقطع الفورميشن عشان نحفر الهول اللي هو البير الرئيسي اللي انتوا بتشوفوه. طيب تمام. طب لا واحد يقول لي ايه، طب هل الحفار السليكتور دوت افرض عندي حصل يا جماعه ليه عامل سليكتور سويتش هنا عشان يغير لي المات بامب؟ افرض الديروركس عنده ده، الكلام اللي انا بقوله ده تفهمه من الاول، يبقى الحفار احنا موجودين فحصل معاه مثلا الديروركس ده وقف في عطل، هل الحفار يقف وناخد داون تايم؟ والداون تايم ده بفلوس؟ لا، عندنا اوبشن تانية، يروح طالع فاصل كل حاجة ويروح ناقل الاس سي ار بتاعه على الايه، على الاساينمنت 2 اهو، يبقى اساينمنت 1 خلاص طلعنا منه اهو، بقينا شغالين على اساينمنت 2. الله، ده كان الدير ووركس هنا على اس سي ار 1. يا جماعه الكونتاكتورات بتاعت الاس سي ار 1 بتاعت الدير ووركس اللي هو 1 و6 ممكن يكون حاجه عطلت فيهم، فمعاه اوبشن ثانيه، خلاص يروح شغال لي ايه بقى؟ يروح شغال لي على الدير ووركس على اس سي ار 3 ومات بامب على اس سي ار 1 وروتري على اس سي ار 2 ومات بامب 2 على اس سي ار 4. طيب حصل معاه مشكله ثانيه ها في الدير ووركس مثلا، خلينا مع الدير ووركس اهو، حصلت مشكله معاه هنا في الدير ووركس، يبقى معاه اوبشن ثانيه سيلكتور ثاني ان انا اشتغل على اس سي ار اهو اساينمنت 3 اهو. تعالى شوف، طب ودوت خلاص يبقى ده ما عادش موجود، احنا نقلنا على حاجه ثانيه، يبقى السيلكتور سويتش دوت موجود عشان نقلل الداون تايم اللي عندنا، ما ناخدش داون تايم، لان الداون تايم الساعه بتخش لها في اللاند ريك حوالي يا جماعه ب 1100 دولار او 1200 دولار. طب احنا ما نشغل مخنا، امال انت مهندس ليه واحنا حاطينك ليه على الجهاز على اساس ان انت تقلل لي الداون تايم؟ او تتصل عليا لو انت ما انتش فاهم وانا اقول لك تعمل ايه. يبقى لو حصلت مشكلة عندي، أنا ما زال المشكلة كانت في الدير ووركس هنا، نقلته في اس ار 3، طب حصلت تاني عندي خلاص عندي اوبشن اساينمنت 3 هيشتغل مات بامب 1 على اس ار 1، الدير وورك بتاعي دير وورك ايه هيشتغل على اس سي ار 2 زي ما أنا مليه، بعد كده روتري على اس ار 3 مات بامب، لحد ما نشوف ايه المشكلة اللي هنا تبدأ، يبقى احنا شغالين بالتوازي، شغلنا شغال واحنا بنشوف ايه المشكله اللي عندنا، لو مشكله خفيفه ممكن نصلحها، لو مشكله تقيله يعني جوه في الكونتاكتورز من جوه يبقى خلاص بننتظر لما نطلع حاجه اسمها تريب وهم بيغيروا بقى الدقاق والحاجات دي، بنبدأ نشتغل برضو عشان نبقى عاملين وقت فري ما بناخدش فيه داون تايم. الوقت اللي هم بيبقوا فيه في التريب وهيغيروا فيه دقاق بياخدوا لهم نص ساعه او ساعة الا ربع، انا في الحالة دي ممكن اكون خلصت شغلي محتاج 10 دقايق ربع ساعة نص ساعة، يبقى انا خدت داون تايم بره التايم بتاع الايه اللي هو بيبقى عندي من الريكورد بتاع البريمة اللي هو بالفلوس او البيرداي بتاع البريمة، يبقى انا في الوقت القانوني اللي هم بيشتغلوا فيه بيبقى الاس سي ار بتاعي واقف، ممكن انا اخش اصلح والحاجة مش هتاخد وقت باذن الله. طيب عندي اوبشن تانية، ايوه عندي اوبشن تانية، بص لو انت خدت السيلكتور رقم 4 يبقى الدير ورك ايه على رقم 4 مات بامب على ايه اس سي ار 1 روتري على اس سي ار 2 مات بامب 2 على اس سي ار 3، يبقى ده سيلكتور سويتش. طيب هو احنا ليه بنشتغل دير وركس؟ بنشتغل دير وركس في الحفر يا جماعه يعني الموتورين سيريز. الله، يعني ايه؟ يعني لما تكون شغال دريلنج فانت محتاج حاجه اسمها ايه، هاي تورك، تاني حاجه عايز لو سبيد، ويبقى الماكسيموم سبيد بتاعتي بتساوي الماكسيموم سبيد للموتور في الدير ووركس، في حاله الدير ووركس لما اكون شغال دير ووركس، يبقى الموتورين سيريز، دير وورك يعني دير وورك والاس دي يعني سيريز، الاثنين سيريز. اي اس سي ار يا جماعه من اس سي ار 1 او 2 او 3 او 4 كل اس سي ار بيطلع من 0 لحد 750 فولت دي سي، يبقى الموتورين هياخدوا ايه من 0 ل 750 فولت دي سي. طب الموتورين قد بعض، يعني نقسم ال 750 فولت دي سي على 2، يبقى الماكسيموم سبيد في حاله الدير ووركس هتبقى الماكسيموم سبيد بيساوي 375 فولت دي سي. طب ليه هو انا عايز هاي تورك ليه
وعايز له سبيد ليه؟ خلي بالكوا احنا بنبقى يا جماعه في حاجه اسمها اوبن هول. اوبن هول اول ما بنحفر بيبقى البير عامل كده، فما فيهوش، في بيبقى فيه هنا بريشر، هنا بريشر في البير خارجي. طب البريشر الخارجي ده احنا بنحسبه ازاي؟ انا ما اعرفوش، انا عن نفسي ما اعرفوش. فالحفار بيعملوا حاجه، الكلام اللي انا بقوله ده كلام حفر دلوقتي، كلام حفر. فبيبقى عندي السترنج جوه بتاعنا في البير كده، والدقاق تحت هنا كده اهو، يبقى ده المواسير بتاعت اللي في البير، واللي بره ده جدار البير. ففي بريشر جاي عليا من بره خارجي من باطن الارض. الله، طب لازم البريشر ده يتعادل ببريشر داخلي عشان البير ما يتكسرش. فبيروحوا ضاغطين هنا طفله يا جماعه، فالطفله هنا بتنزل في البير ده. ممكن يقول لك تروح عند الحفار يقول له احنا شغالين بالبريشر بتاع البامب كام، يقول لك 2800 بي اس اي. طب جاب ال 2800 منين؟ بيعمل حاجه يا جماعه في الاول بعد ما بينزل، بيعمل حاجه الليك اوف تيست. الليك اوف تيست، الليك اوف تيست ده حاجه حفر. اذا انه يضغط، يضغط بالايه؟ بالدريل ووتر، بالميه، ميه الحفر. ده انه يضغط 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 لحد ما يحصل عنده ايه؟ كومبليت لوس، يروح الفورميشن ده مكسور، وايه؟ يبقى مفيش عنده طفله راجعه او ميه مالحه راجعه. يبقى هو كده بيحسب حاجه اسمها الكومبليت لوس. الكومبليت لوس ده وصل مثلا، فالحفار بيشوفه لقاه وصل 3000 بي اس اي، يعني الفورميشن اتكسر عند 3000 بي اس اي. فيبدا تيجي لنا داتا من الشركات الاونر تقول لك خلاص احفر لنا ب 2800 بي اس اي عشان ما نكسرش الفورميشن. يبقى ده تحديد الايه؟ البريشر الداخلي اللي احنا بنحفر بيه. فالبريشر هنا بيطلع لي هنا من النوزلز بتاعت الدقاق، بيطلع هنا. اول ما بيطلع هنا طبعا كان ماشي في مواسير الحفر، فالماسوره ضيقه، كل ما تضغط البريشر يزيد، كل ما تقلل الديامتر بتاع الماسوره البريشر يزيد. طب لما يطلع بقى هنا في الكيسنج الواسع ده هتلاقي البريشر يحصل له حاجه، بقول لك ايه؟ حصل له بليد، يعني ايه؟ قل شويه البريشر، قل. فاول البريشر ما يطلع هنا له وظيفتين، الطفله دي لها وظيفتين. الوظيفه الاولانيه بتبرد لهم الدقاق وباطن الارض عشان الدقاق عمال يقطع في الفورميشن، يعني في فريكشن، يعني في تمبريتشر، درجه حراره. الحاجه الثانيه ان هو بيشيل الايه او كاري، بيحمل الكاتنج اللي اتقطع من الفورميشن وياخده يطلعه على الفلو لاين، ومن الفلو لاين بنزله لك على الشلشيكر تانك. والشلشيكر تانك ده هزاز يا جماعه، بيعمل ايه؟ بيعمل فصل ما بين الطفله وما بين الكاتنج، يرمي الكاتنج في البوره، وبعد كده الطفله الصافيه تنزل وتروح على السكشن تانك اللي هو قدام المات بامب، يبقى بيسحب منه تاني. يبقى احنا شغالين في كلوز دروب بتاع طفل. يبقى دول شويه الحفر اللي انا شرحتهم لكم عشان وانت في الاول. يبقى انت عرفت البريشر اللي هنا كام. طب ليه بقى احنا بنمشي بلو سبيد؟ لو سبيد ليه؟ لان بيبقى معايا وزن طفله ووزن سترنج، ومعايا روتيشن السترنج بلف، ومعايا فورميشن، ومعايا كمان ايه؟ فريكشن، احتكاك. يبقى في الحاله دي لما انا عايز اطلع او انزل عايز لو سبيد عشان معايا حاجات كتير قوي، وعايز هاي تورك، عايز تورك عالي جدا عشان يشيل الاوزان دي كلها. تمام يا رجاله؟ يبقى دايما هتلاقي السرعه بطيئه في سرعه واحنا في الحفر، عشان لما حد يكلمك قول له احنا شغالين حاجه اسمها هاي سبيد، هاي تورك في الحفر، لو سبيد. العكس بتاعه في الدريلنج، تعال نشوف في التريبنج. يبقى احنا خدنا الدريلنج اهو بالاساينمنت بتاعه، تعال نروح للدريلنج. طب عندي هنا ايه؟ الله، ده في خمسه هنا. انت قلت لنا بقى الدير ووركس بيشتغل على اس سي ار 1، طب ما هنا دير وورك بي وروتري ومات بامب ودير وورك ايه. الله، ده في اتنين هم كل واحده يشتغل ب 750 فولت، 750 فولت يعني الماكسيموم سبيد بتاعت ده بقى اسمها يعني اساينمنت خمسه، ده اسمه ايه؟ هاي سبيد لو تورك. يعني ايه ده يا جماعه؟ ممكن بيستخدموه في الاستكات عشان مفتيش فيها، ده حفر لما البريمه بتستك مني، فاحنا بنحتاجين مات بامب واحده
ومش محتاجين ار بي ام عالي، ده احنا محتاجين ار بي ام صغير قوي، بس محتاجين سرعة ان البريمة تكون يا جماعة حصل لها ستاك، فيبدأ يدي شوية طفلة بريشر هنا عشان يبدأ يسلك المسائل عند حتة الستاك مثلا، لو هنا كده لو هنا كده، فيبدأ يدي شوية مسائل. اول ما يحصل عنده راجع خفيف عايز يطلع بقى بسرعة، يعني يطلع بسرعة من الحتة دي، فلازم يبقى طالع بهاي سبيد لو تورك. طيب تعال نروح للناحية التانية اللي هي الايه، تريبنج. تريبنج لما تيجي بقى، احنا خلاص اتفقنا ان احنا هنبقى في تريبنج. ده بالتريبنج انت محتاج فيه ايه؟ عايزين عكس التاني بقى، عايزين اول حاجة هاي سبيد، تاني حاجة لو تورك. هلا اشمعنى هاي سبيد؟ تعال نشوف هاي سبيد ليه. هاي سبيد يبقى الماكسيموم سبيد هيشغل كل موتور على اس سي ار، يبقى كان في الحفر بيشتغل ب 375 فولت دي سي الماكسيموم بتاع الموتور الواحد، هنا الموتور بي بيشتغل على اس سي ار 1 والموتور ايه بيشتغل على اس سي ار 2. يعني ايه؟ يعني ده بيشتغل 750، يعني سرعته زادت الضعف عن الحفر، وده سرعته زادت الضعف عن الحفر، انه بياخد 750 فولت دي سي وده بياخد 750 فولت دي سي، يبقى احنا بقينا ايه؟ هاي سبيد. طب فين التورك؟ لو تورك. ليه لو تورك؟ احنا دلوقتي البريشر ده ما عادش موجود، البامب وقفت والروتيشن وقف، يعني ما عادش فيه حفر وما عادش فيه الا عندي حاجه واحده اللي هي وزن مين؟ وزن السترنج. الله. طب ما احنا عارفين ان في بريشر من هنا اهو، بريشر خارجي اهو الله. طب البريشر الداخلي اللي كان هنا اللي كان 2800 عشان يضغط لي هنا عشان يبقى ده، لو ما تطرح ده من ده يبقى جدار البيري ده انه ثابت، لا ده ما عادش موجود الداخلي. يبقى بقول لك بسرعه جدا اطلع طلع المواسير، يبقى محتاج هاي سبيد. هاي سبيد في الحته دي عايزين نطلع بسرعه وننزل بسرعه اهو، عشان الايه؟ لان في بريشر خارجي اللي احنا لما كسرنا عملنا الفورميشن تيست، لما عملنا الفورميشن تيست قلنا ان ده اتكسر عند 3000 بي اس اي. طب في 3000 بتضغط عليك هنا والبير ده فاضي ما فيهوش الا وزن، فاضي ما فيهوش حاجه، يبقى انت عايز تطلع بسرعه في التريب عشان تغير دقاق وتنزل بسرعه، فانت عايز حاجه اسمها هاي سبيد لو تورك. طبعا اتفهمت يا جماعه الاساينمنت سويتش اللي موجود عندك؟ خلاص يبقى احنا لسه في الصفحه الاولى اهو، الف ب حفر يعني. طيب تعالى عندنا هنشوف ايه اللي موجود عندنا. يبقى عندي هنا نشيل بقى كل الحاجات دي، احنا خلصنا الايه، حته الحفر وخلصنا الاساينمنت سويتش، عرفنا اللي على اليمين ده بيبقى دريلنج، اللي على الشمال تريبنج، قلنا في اليمين محتاجين هاي تورك لو سبيد وعرفنا ليه، واللي على اليمين اللي هو التريبنج، اللي على الشمال اللي على التريبنج عرفنا ان هو محتاج هاي سبيد لو تورك وعرفنا ليه. طيب تعالى نيجي هنا، ايه ده؟ شيل كل الالوانات الصفرة دي عشان ما تتلخبطش معايا اهو. يبقى احنا خدنا معلومتين دلوقتي، خدنا ايه؟ خدنا الاس سي ار كيوبيكال وخدنا الايه، الاساينمنت سويتش. طب تعالى ايه ده، ده كل المواتير اللي شغاله عندك دي، كل المواتير اللي شغاله عندنا في البريمه، ايه ده يعني ايه؟ ها دير ورك ايه، دير ورك بي، وده دير ورك ايه اهو، مد بامب واحد ايه، مد بامب واحد بي، لان المد بامب بتشتغل بموتورين والدير ورك بيشتغل بموتورين والروتري بموتور واحد او التوب درايف، وهنا مات بامب 2 2A مات بامب 2 B، يبقى دول الموتورين بتوع مات بامب B الثانيه مات بامب 2، ودول الموتورين بتوع مات بامب 1، وده الموتور هو ودوت بتاع الدير ورك. طب تمام، طب تعالى نبص كده على موتور ايه بتاع الدير ورك، داخل فيه كام كابل يا رجاله؟ ادي واحد اتنين تلاته اربعه، اربع كابلات. يبقى الموتور دي ايه بيشتغل فورورد اند ريفيرس. ريفيرس امتى؟
الريفرس بنشتغل عليه واحنا فين يا جماعة؟ واحنا على الاساينمنت بتاع التريبنج. ليه؟ لان يا جماعة بتوع الحفر بيستخدموا، بنشتغل ريفرس ليه؟ ليه الموتور بيشتغل عكسي بتاع الديرورك؟ عشان بنعمل حاجة اسمها سليب اند كات. سليب اند كات بيحسب حاجة اسمها التول ماين، حسابات حفر، وبعدين يقول لك لا ده احنا هنقطع مثلا 20 لفة، 10 لفات من على الدرام عشان حصل استريتش في الكابل او حصل ريش في الكابل، فياخد ايه 10 12 لفه مكان اللي هيقطعهم، يبقى لازم نشتغل ريفيرس. يبقى الموتور بيشتغل ريفيرس عشان ايه؟ السليب اند كات، وعشان لما ناخد ريليز وهو بنيم الماست بتاع البريم. دير وورك ايه بس؟ ايوه هو اللي داخل فيه 4 كابلات اهو. اي موتور داخل فيه 4 كابلات دي سي يا جماعه، يبقى ده بيشتغل فورورد وريفرس. الله، طب ما في عندي اهو يا باشمهندس، يبقى انت كلامك برضو صح يا هندسه. ليه؟ لقيت الروتري برضو بيشتغل باداء 4 كابلات كمان اهم، يعني ده كمان بيشتغل فورورد وريفرس. ايوه يبقى الروتري او التوب درايف يا جماعه بيشتغل فورورد وريفرس. طب فورورد واحنا عارفينه في الحفر، طب الريفرس بتاع الروتري ده بيشتغل في ايه يا جماعه؟ كان في حاجه كنا بناخد حاجه اسمها كومبليت تيست، يعني ناخد البير ونعمل عليه تيست ونعمل كل حاجه، يعني كنا بنشتغل حفر ونشتغل ورك اوفر، وكنا بنسلم البير منتج لحد ما نركب الكريسماس 3 وبتوع البروجكت بتوع الانتاج يجوا ينتجوا من على البير. فكانوا بينزلوا حاجه اسمها بكر، فالبكر ده يا جماعه بنربطه في بالتوب درايف في السترنج. اول سيكشن هو اللي بتربط البكر ب 21 لفه، نربطه ب 21 لفه يمين، وننزل بقى ينزل بيه بالسترنج، ينزل بيه لحد فين؟ لحد التارجت زون بتاعنا، الزون اللي هينتج منه الزيت، اللي هو ان احنا عملنا عليه كومبليت تيست دوت، خلاص عرفنا ان الزون دوت ينزل، وبعدين يحط عليه ويت. لو انت بصيت على الويت انديكيتور تلاقي الحفار بيحط ويت على الايه؟ على البكر تحت، ويروح مشغل الموتور التوب درايف او الروتري عكسي اللي هو الريفيرس. احنا ربطنا ناحيه اليمين ب 21 لفه، نفك ال 21 لفه، يبقى احنا بنسيد، بيعمل سيت اوف بكر، يعني بسيد البكر تحت، هنسيب البكر تحت يعني هنلف عكسي عشان نفك البكر ونطلع ونسيب البكر في الايه؟ في التارجت زون اللي هو الزون المنتج للايه؟ للزيت او الغاز. كده انا عمال الم لكم الموضوع سهل جدا عشان تتخيل المسائل، وانت مهندس كهرباء والمسائل سهله جدا عليك. طيب الدي سي موتور، الدي سي موتور، الدي سي موتور اللي عندنا، تعال نروح هنا نشوف المات بامب. المات بامب عامل لي ايه؟ انتوا عارفين الموتور بيبقى فيه ملفات فيلد اللي هي الاف واف، يعني ملفات الفيلد نهايه وبدايه، ملف له بدايه وله نهايه. طب والارميتشر له بدايه وله نهايه. يبقى لما يبقى سيريز وصل لي، يعني يوصل ملفات الفيلد سيريز مع ملفات الارميتشر اهو، فوصل اف اف بايه ايه، يبقى بنحط هنا عشان الموتور يشتغل بيبقى الكهرباء البوزيتيف والنيجاتيف على اف وايه، يبقى الموتور كده يشتغل. طب الموتور ده في الحاله دي بيشتغل في الاتجاه دوت كده. طب ما الموتور بي اللي شغال على نفس البامب فيه شافت واحد هنا، لهم لازم يشتغلوا عليه في اتجاه واحد مع الدرام بتاع المات بامب. يبقى الموتور التاني ده لازم يشتغل ازاي؟ دوت لازم يشتغل في نفس الاتجاه، يشتغل كده عشان يبقوا الاتنين في اتجاه واحد اهو، يشتغلوا في اتجاه واحد. لما تيجي تغير عكس حركة الدي سي موتور يا جماعة، يتغير في الفيلد يتغير في الارميتشر. فهو عمل ايه هنا؟ كان موصل على ايه ايه اف اف وايه ايه. طب هو عايز يغير حركته يخليها في الاتجاه العكسي، بص غير خلاها في الارميتشر، غير الارميتشر. يبقى لما انت تيجي تغير الدايركشن بتاع الدي سي موتور، يتغير في الفيلد بس، يتغير في الارميتشر بس، هو غير في الارميتشر بس. خلاص يا رجاله الحاجات دي نوتس صغيره وانت في الاول، وبتبقى سهله جدا 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 اهو. دايركشن ليه؟ لان افرض في واحد زميلنا مثلا تلاقي في بريمه ما غيرش خلاها على اف اف، يبقى ده هيشتغل ازاي؟ هيشتغل في الاتجاه ده كده. يبقى بص ها ايه اللي يحصل؟
هيبقى فيه تورك. لو دخلت الاس سي ار هتلاقي تورك عالي جدا، سهمين مقابلين بعض، قوه ده بنفس قوه ده، يبقى المحصله صفر، يبقى الموتور مش هيشتغل، بس في امبير عالي جدا. يبقى في عندك عصر على الدرام او على الشافت، المين شافت بتاع الايه او الكرانك شافت بتاع المد بامب. يبقى في الحاله دي لما موتور يتحرق يا جماعه مثلا في المد بامب نبقى واخدين بالنا، والا الراجل يركب بقى يخلي في الاي اي والاف اف، يبقى الاثنين هيبقوا في نفس الاتجاه، في واحد عكس اتجاه الثاني، يبقى الموتور مش هي البامب مش هتشتغل، بس لما تخش جوه الاس سي ار هتلاقي الامبير عالي جدا. ففي الحاله دي لازم يغير الدايركشن بتاع الايه الدي سي موتور اللي هو مغيره اهو زي ما هو الراجل غير هنا، عشان ده يبقى يشتغل فين؟ في نفس الاتجاه اهو، الاثنين يشتغلوا كده. كلام سهل وواضح ومفهوش اي تعب خالص لاي حاجه. طيب في اي مشكله يا جماعه هنا؟ يبقى احنا هنكمل هنشوف الدريلر كونسول يا جماعه بتاعنا. انت راجل لسه بتاخد كورس البيزك، فبتتعرف على الحاجات والبلاجات والكابلات، ودي بتشتغل ايه ودي بتشتغل ايه. طيب الدريلر كونسول لما تطلع فوق عندنا، عندنا كام اس سي ار يا رجاله؟ عندنا 4 اس سي ار. طب بلاجات الكنترول لو بصيت تحت في الدريل كونسول من تحت هتلاقي ده ايه؟ بلاجه 2 3 4 5 6 7 ريسبتكال اهو. طيب هتلاقي كل حاجه مكتوب عليها. يبقى هنا بص مكتوب عليها هنا ايه؟ البلاجه دي كام بن يا رجاله، او الريسبتكال دي كام بن؟ 20 بن. 20 بن دي مكتوب عليها ميل، يعني البنات هتلاقيها طالعه من هنا، الفي ميل اللي بتبقى شايله عليها الباور. يبقى هنا مكتوب عليها اس سي ار 1 اي، اس سي ار 2 بي، يبقى دول بتاع اس سي ار 1، دي بتاعت اس سي ار 2. الله، طب البلاجه الثالثه مكتوب عليها بص اس سي ار 2، يبقى اس سي ار 2 لها كام بلاجه كنترول؟ لها 2 بلاجتين كنترول، واس سي ار 1 لها بلاجه واحده كنترول. طب اس سي ار 3 اهي بلاج رقم 4 اهي مكتوب اس سي ار، ما تتكلمش عشان انا بسجل. يبقى بلاجات الكنترول عندك في الدريلر كونسول بتاعك موجوده. قلت لك هنا كام بلاجه؟ 1 2 3 4 5 6 7 بلاجات. اوكي. طيب اول حاجه لو انت شفتها هنا مكتوب لي اهو، هنا اهو اس سي ار 1، اس سي ار 1 كاتب لي البلاجه دي 20 بن ميل، يعني البلاجه دي فيها 20 طرف. تمام. والبلاجه اللي جنبها الثانيه ها اللي هي دي اهي خاصه، يبقى البلاجه ده اهي بتاعت اس سي ار 2، اس سي ار 2. طب والبلاجه الثانيه برضه اس سي ار 2، يبقى في بلاجتين كنترول لاس سي ار 2، يبقى اس سي ار 2 له بلاجتين كنترول اللي هي 2 و3. طب رقم 4 اس سي ار 3، اس سي ار 3. طب البلاجه رقم 5 20 بن اس سي ار 4، يبقى البلاجه دي بتاعت الاس سي ار 4. طب البلاجه رقم 6 مكتوب لي عليها 20 بن 20 طرف ام سي سي، يبقى دي اسمها ام سي سي موتور كنترول سنتر، موتور كنترول سنتر. ماشي يا رجاله. البلاجه رقم 7 3 بن وبتاعت دي ايه؟ دي ايه؟ دير وورك فوت ثروتل، دي دبليو اف تي، دير وورك فوت ثروتل. يبقى انت كده عرفت الداتا اللي عندك فين، البلاجات اللي طالعه، كل البلاجات اللي طالعه للدريلر كونسول عند الحفار. طيب هكبر شويه عشان اوريك الدريلر كونسول مكتوب عليه ايه تاني. هنخش في الحاجات دي اهي، تعالى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كاتب لي هنا يا جماعه اس 2 سويتش نمبر 2 اللي هو بتاع ايه؟ ماد بامب 1 سويتش نمبر 3 ماد بامب نمبر 2، ده الهاند ثروتل بتاعت الماد بامب رقم 1. يبقى دوت عشان يشتغل اوف اون كده يشتغل، البلورات تشتغل وبعد كده يحرك الهاند ثروتل فالدي سي موتور بتاع ماد بامب 1 يشتغل. كذلك اس سي ار 3 يبقى سويتش رقم 3، اسف اس 3 اللي هو سويتش نمبر
3 ده بيشتغل على مد بامب 2، يبقى اوف اون. اون يعني البلاور هيشتغل، وبعد البلاور ما يشتغل الحفار بيحرك الهاند ثروتل فتبدأ تشتغل معاه. اس سي ار 5 سويتش رقم 5 مكتوب عليه دير ووركس، دير ووركس فورورد وريفيرس، فورورد وريفيرس. واحنا عرفنا ليه فورورد وريفيرس. روتري تيبل، احنا قلنا اللي بيشتغل فورورد وريفيرس الدير وورك والايه والروتري او التوب درايف، فورورد وريفيرس. طيب الدير وورك له دير ووركس هاند ثروتل، وهنا دي روتري هاند ثروتل. الالارم اكنولج، لما يحصل حاجه فيها الارم ما بتشتغلش بيروح الحفار ضغط هنا عشان الايه ما يدنوش عامل عنده مشكله يدي الارم على طول. طب تعالى نطلع فوق كده، ايمرجنسي اوف. احنا خدنا البوش بوتوم 1 بوش بوتوم 2، يبقى واحد خاص الايمرجنسي اوف بوش بوتوم ده ممكن يكون خاص بالانجن. لو حصل حاجة في الانجن يروح الحفار ضاغط على البوش بوتوم يروح فاصل الايه المكن بالكامل، يعمل اوف للمكن. خلاص هنا كاتب لي الارم تيست، لو عايز يشوف اللمبات كلها اللي في الدريل كونسول شغالة ولا لا يروح ضاغط هنا تروح كل اللمبات منورة. طب ايه ده؟ ده السيلكتور سويتش اللي هو الاساينمنت سويتش اللي الحفار بيختار عليه الاس سي ارات من فوق عشان يشتغل. ايه اساينمنت؟ واحد يا اتنين يا تلاته يا اربعه. التريبنج كاتب لك هنا اهو دريلنج، هكبرها لك عشان تشوف اهو اهو دريلنج التريبنج. يبقى احنا عرفنا هنا بنحفر، الاساينمنت ده بتاع الحفر، الاساينمنت ده بتاع الايه؟ الايه؟ الدريلنج. طب تعالى هنا كده، ايه اللي هنا ده؟ روتري ميتر الامبير، ده الاميتر بتاع الايه الروتري. الباور ليميت النسبه المئويه بتاعتك، ان هو احنا قلنا متظبط على كام؟ 95%. ودي اللمبات بقى اللي يقول لك الانجن رقم واحد، يعني اللمبه دي منوره يعني الانجن رقم واحد شغاله، الانجن رقم اتنين شغاله، الانجن رقم تلاته شغاله، الانجن رقم اربعه شغال. طب هنا ايه؟ ال 6 7 8 9 اس سي ار 1 اس سي ار 2 اس سي ار 3 اس سي ار 4 منورين، يبقى الاس سي ار شغال. هنا مات بامب 1 بلاور، مات بامب 2 بلاور، دير ورك بلاور، دير ورك بلاور، روتري بلاور. ماشي يا رجاله؟ ده كل اللي موجود عندك هنا. في سويتش هنا هو مكتوب عليه روتري تيبل ليميت، روتري تيبل ليميت. ايه الروتري تيبل ليميت ده يا جماعه؟ الروتري تيبل ده الحفار هو اللي هو اللي بيظبط الليميت بتاع الحفر. في حاجه اسمها الدريلنج تورك، اللي هو تورك الحفر عشان المواسير بتاعت الحفار بيبقى رابط المواسير اقل، يبقى الدريلنج تورك ده يا جماعه في البراريم اللي هي المانيوال، المانيوال اللي فيها روتري اللي هو فيها سويتش زي ده، يبقى احنا بنظبط السويتش دوت على اقل رباط في المواسير اللي هو اقل رباط في السترنج اللي هو مين؟ الدريل بايب. الدريل بايب، يبقى الدريل بايب الحفار بيشوف هو رابط تورك على كام ويفتح التلي بوك بتاعه يقول له يعني ده بيساوي كام امبير فيبدا يظبط هنا. هنا من زيرو هتلاقي بيقول لي مثلا احنا من زيرو لحد 10 سويتش بتغيره سيلكتور. طيب هتلاقي سي مثلا الموديل بتاع الاس اس ار ده بيقول لك روس هيل 1400، يبقى المفروض ان انت يعني 1400 امبير الماكسيموم بتاعه 1400 امبير، يبقى ال10 دول بتمثل لل 1400، يبقى ده سكيل، سكيل يبقى 1400 بتوع الموديل بتاع الاس سي ار على 10 بيديني ما بين الشرطه والثانيه كام؟ 140 امبير. طب لو الحفار لقى الدريلنج تورك عنده هو ربط الدريل بايب عنده على 5500 فيت على الباوند، بص في التلي بوك لقاهم بيساوي 500 امبير. الله، تمام، ما بين الشرطه والشرطه 140، يبقى اخد ال 500 واقسمهم على 140 بتساوي 3.6 عند الشرطه، رقم 3.6 يعني قبل الاربعه بشويه. لو ضربت 3.6 في 140 هتديك كام؟ بتساوي
504، يبقى هو فعلا دوت الدريلنج تورك. عشان لما تحصل ان انت بتحفر فورورد، الحفر بيكون فورورد، فتطلع عليك فورس عكسيه من الفورميشن، فيحصل عندك ايه؟ لما الفورس توصل 500 ناقص 500 يديك زيرو، يبقى فيه المحصله على السترنج بتساوي زيرو، تلاقي السترنج وقف في الحفر كده. اول ما يقف نبقى احنا عارفين عشان المواسير ما تفكش، ما طلعش عليك فورس عكسيه اقوى من اللي انت رابط بيها فتفك لك المواسير. يبقى في الحاله دي بيحصل انستول، يبقى لازم يظبط الروتري ليميت على اقل رباط فين؟ في السترنج، اللي هو اقل رباط اللي هو مين؟ اللي هو الدريلنج تورك. انما لو عندك توب درايف، لو عندك توب درايف يبقى انت بتظبط توركين، بتظبط حاجه اسمها دريلنج تورك وحاجه اسمها الميك اب، الميك اب تورك. دريلنج تورك وانت بتحفر، لما تيجي هيكسر المواسير بالتوب درايف بيجيبه على الميك اب تورك، او يربط ماسوره يبقى على الميك اب تورك. يبقى الدريلنج تورك يا جماعه بتظبط على اقل رباط في السترنج اللي هو الدريل بايب، انما الميك اب تورك ده بتظبط على اكبر تورك متاخد في السترنج اللي هو ايه؟ تورك الايه؟ الدقاق والهيفي ويت، فبيظبطوه دايما على 22000 على اعلى رباط، عشان يجي يفك ويربط، يربط معاه بسرعه ويفك معاه بسرعه. مفهوم يا رجاله؟ الكلام ده سهل جدا، وده اللي بيحصل معانا في الحفر، بحيث تبقى انت ما انتش بعيد عن الكلام او المواضيع بتاعتنا. ليه؟ على اساس ان انت تبقى شغال في الحفر وفاهم انت بتعمل ايه. دي حاجات اللي هي الخاصه بالبيزكس. طيب تعال نروح، اروح بس لحاجه تانية كده صغيره، هجيب هنا ايه الكيوبيكال بقى بتاعتنا بتاعت الاس سي ار. ده الاس سي ار كيوبيكال بالكامل اهي، ده الاس سي ار كيوبيكال بتاعتنا. يعني ازاي؟ يعني الوحده اللي موجوده في الاس سي ار جوه ده الكيوبيكال بتاعتها، ده الاكويبمنت اللي موجوده فيها. بيبقى موجود ايه يا جماعه؟ بيبقى موجود فيها حاجه اسمها دي سي مديول اهو، ده الدي سي مديول اهو، وعندي حاجه اسمها سلايد بورد موجوده. يبقى ده اي اس سي ار فيه الحاجات دي، يبقى دي سي مديول، سلايد بورد، السته سيرستور الخاصين بالاس سي ار بتوعنا اهو. فين السيرستور يا جماعه؟ فين السته سيرستور؟ ادا واحد، اكبر دي لكم شويه عشان تشوفوها، ادا السته سيرستور، ادا واحد، ادا اتنين، تلاته، اربعه، خمسه، سته. وهنا الفازات ادا A وادا B وادا C، يبقى دول التلات فازات. يبقى كل فازه راكب عليها اتنين سيرستور، واحد فورورد وواحد ريفرس، واحد عشان يطلع النيجاتيف وواحد عشان يطلع الايه؟ الفورورد اللي هو البوزيتيف. تمام؟ عندي الوحده اللي هنا الثالثه اهي البلاور، ده خاص عشان يعمل لي عمليه التبريد للسيرستور، لان انتوا عارفين ان في هيت سينك، فاي اي سي مع دي سي بيطلع حراره، ففي بلاور عشان يبرد الكلام منه. في عندي سيركت بريكر، وفي عندي كارنت ترانسفورمر عشان يحسب، وعندي طبعا هنا موجود عندك ادا ترانسفورمر، ريجليتور ترانسفورمر اللي بيغذي الدي سي مديول. احنا في الاس سي ار كان في الانجن اي سي مديول، ده دي سي مديول. وده عندي كارتة اسمها كارتة الايه؟ الفولتج فيدباك. وده عندي كمان ترانسفورمر عشان يغذي لي السلايد بورد. يبقى دي الحاجات الاكويبمنت اللي موجوده في اي اس سي ار. يبقى موجود في اس سي ار، في اي اس سي ار موجود فيه ايه؟ اتنين ترانسفورمر، واحد ليغذي البي سي 1 اللي هي السلايد بورد،
اهي كلمة بي سي 1 يبقى لها الترانسفورمر دوت. في ترانسفورمر ريجليتور ترانسفورمر كبير، ده عشان ده خاص يغذي ان الباور سبلاي بتاع الدي سي مديول، دي سي مديول اهو. في عندي سيركت بريكر، عندي سيركت بريكر، عندي بلاور عشان يعمل عملية التبريد، عندي الستة سيرستو ده اليونت اللي بتحول لي الاي سي الى دي سي باور اللي هو كام؟ السيرستو. طب مستخدم سيرستور ليه يا رجاله؟ على اساس ان السيرستور بعرف اعمل عمليه الكنترول عليه عشان له جيت. السيرستور يا جماعه هو دايود، يعني له انود وله كاسود. يبقى لو انت استخدمت السته دول انود، يبقى اي اي سي هتحطه على الانود هيطلع لك من على الكاسود اللي هو الهاف ويف النص الموجب بتاعه. انما لو زودته وحطيت له جيت يبقى مش هيشتغل الا بعد ما تعمل له عمليه الاشعال او التريجر. طيب تعالوا نشوف يونت من دي، يونت يونت كده، ونشوف ايه بتشتغل ازاي وبتعمل ايه. في يعني فيري فيري سيمبل، حاجه خفيفه قوي تشتغل ازاي. طيب تعالى هنا، اول حاجه هنمسك السيركت بريكر بتاعنا، وبعد كده البلاور بتاعنا الخاص بينا. يبقى هنكبر بس شويه عشان تشوفه اهو اهو. تعال نشوف هنا كده. يبقى السيركت بريكر لما بيشتغل يا رجاله، ده السيركت بريكر بيشتغل يعني بوصل الثري فيز مع بعض. ففي الحاله دي لازم نقيس الامبير، الكرنت ترانسفورمر يقيس الامبير بتاع المواتير عشان في حاجه اسمها الماكسيموم امبير. طيب طب البلاور ده خاص بايه؟ البلاور ده موجود في الاس سي ار عشان يعمل عمليه تبريد للسيرستور اهو. يبقى احنا دخلنا على الستة سيرستور بتوعنا اهو، ادا الفيس الفاس الفيس اي بي سي، ادا الثلاث فازات كهرباء. طيب احنا عايزين نحول الثلاث فازات من اي سي الى دي سي باور عشان رايحين نغذي ملفات للدي سي موتور. قلنا لما نغذي الملفات بنغذيها بدي سي باور علشان هو تيار ثابت القيمة والاتجاه. لو غذيته باي سي باور هيعمل لي اوفر هيتنج، ادام في اوفر هيتنج يبقى الافشنسي بتاعه الموتور هتقل، والعزم بتاع عزم العزل بتاعه هيقل، يعني في الاخر ممكن العمر الافتراضي بتاعه ينتهي او يتحرق. طب تعالى يبقى هنا كل فازه عليها سيرستور فورورد عشان يطلع لي كهرباء بوزيتيف، وسيرستور نيجاتيف عشان يطلع لي كهرباء نيجاتيف. ادا الاثنين بتوع الاي، وادا السيرستور الاثنين سيرستور بتوع البي، وادا الاثنين سيرستور بتوع الاي السي. طيب تمام، هو الموتور بيشتغل ازاي؟ تعالوا انا بديكوا الصوره السهله جدا جدا جدا، ان خلاص كل حاجه شغاله فالسيستم بتاعنا الكهرباء موجوده. يبقى هيطلع لي من هنا ايه يا رجاله؟ اشيل بس الخط الاصفر دوت. يبقى الكهرباء هنا طلعت لك بوزيتيف اهي، وطلعت لي نيجاتيف اهي. عشان هقول الكلام تاني اللي انا قلته، يبقى قلت يا جماعه دخلنا في اللي اوت اهو، يبقى الكونتاكتورات البوزيتيف يا جماعه كي 1 وكي 2 وكي 3، والنيجاتيف قلنا كي 4 وكي 6 وكي 7 اهم تاني قدامكم على الدروينج اهو. ده الكونتاكتورز النيجاتيف وده الكونتاكتورز البوزيتيف. طب تعالى نروح لكي 5. كي 5 كي 5 يا جماعه، لما نروح لكي 5، كي 5 ده بيستخدم لما حد يسألك يقول لك عندك كام كونتاكتور كي 5؟ بيبقى عندنا 3 كونتاكتور كي 5، واحد في اس سي ار 1، واحد في اس سي ار 2، واحد في اس سي ار 3. طيب اللي في اس سي ار 1 ده يا جماعه احنا بنقول لما بنشتغل دير وور كيس حرف اس. يبقى اللي في اس سي ار، يبقى الكي 5 اللي في اس سي ار 1 ده بيعمل الدير وورك سيريز بس، يعني يخلي الموتورين شكلهم سيريز. طيب الكي 5 اللي في اس سي ار 2 ده بيشتغل ايه؟ بيشغل الدير وورك يا اما فورورد اور ريفرس. يبقى لما الدير ووركس يشتغل بيبقى معانا 2 كي 5 اللي في اس سي ار 1 واللي في اس سي ار 2 شغالين مع الدير ووركس. او لما تقول عشان احنا الدير ووركس كده، يعني الواحد بيرجعها كده بحاول يسهل عليكم يقول لك عشان عندنا موتورين.
طب تعالى الاف اس سي ار 3 ده مخصوص للايه، للروتري او التي دي التوب درايف، عشان عندنا موتور واحد، فده بيشتغل فورورد وريفرس. يبقى الكي 5 يا جماعه خاص بالفورورد والريفرس، ما عدا اللي في اس سي ار 1 ان هو بس بيظبط لك بيوصل توصيلات يخلي الموتورين سيريز عشان يتقاسموا الجهد، عشان احنا محتاجين بيبقوا سيريز ليه في الحفر؟ عشان محتاجين هاي تورك لو سبيد. طيب تعال اما نشوف هنا اهو، يبقى احنا اشتغلنا على هنا اهو، تعال هنعتبر ايه، هنشتغل دير ورك. المفروض ان هو انا هعمل زي موديفيكيشن، زي تعديل، المفروض كانوا عملوا لنا تعديل في الحته دي اهي. يبقى ده دي سي موتور، ده الدي سي موتور اهو اهو، يعني لو هعمل فيرجن جديد هرسم دي سي موتور هنا عشان اشتغل عليه. يبقى ده ماكت اهو ان انا هشتغل عليه. هشتغل يا عم ايه دلوقتي، عايز نشتغل ايه؟ تعال نشتغل دير وركس اهو، تعال نشتغل اهو، تعال من هنا كده كده اهو، معلش نصغر سنه خفيفه قوي ونرجع من هنا. يبقى معايا كي 1 وكي 6، يبقى كي 1 ده اهو، ادي كي 1 اهو، كي 1 اهو هو الانرجايزد اهو، ادي كي 1. هنشتغل دلوقتي، هناخد بوستف اهو، هنشغل ده كايه، كدير ورك. قلنا احنا لو احنا في الحفر يبقى الفورورد هو اللي شغال اهو، الفورورد يبقى الايه اللي فوق هو الكي 5 فورورد اهو، يبقى ينزل من هنا كده يروح جاي على الدي سي موتور. يبقى ده اول فرد. طب تعالى رقم 6، فين 6؟ ادي 6 اهو، مش 1 و6 هم بتوع الدير ورك، يخش على الكي 5. قلنا الفورورد اللي فوق هو الانرجايز عشان اهو ينزل، يبقى كده الدي سي موتور كي اشتغل بتاع الدير ورك. خلي بالكم الكي 5 يا جماعه بيبقى فيه 2 كويل كونتاكتور، واحد اب وواحد داون. الكونتاكتور اهو اللي بيبقى داون هنا ده، ده اللي بيشتغل ريفرس. الكونتاكتور اللي بيبقى في الحته دي كده لما تدي له كهرباء يبقى انرجايزد، فيقفل لك النقط المفتوحه اللي فوق. يبقى لما نشتغل فورورد النقط اللي فوق هي اللي مقفوله، لما نشتغل ريفرس يبقى النقط اللي اهي ريفرس كونتاكتور اه ريفرس كونتاكتور. يبقى لما اشتغل ريفرس النقط اللي تحت اللي هتقفل، فانا شغال فورورد حافظ بايه، بيدير وركس اهو. يبقى دي كي 1 دخل هنا، الفورورد بتاعه اهو نزل هنا. طيب تمام زي الفل. طب لو عايز اشتغل بقى ايه، روتري، روتري قلنا كام، كي كام، كي 4 اهو، كي 4 انرجايز ده هيجي من هنا كده اهو نيجاتيف اهو اهو، عشان يخش مين، عشان يخش كي 5. احنا قلنا في للروتري كي 5 عشان شغاله فورورد وريفرس، ده احنا فورورد اهو، يبقى ده موتور بتاع الفورورد. وادي الكي 3 هنا اهي، هي الانرجايزد اهي، هتيجي هنا عشان تخش في الكي 5 دي وتطلع هنا في النقطه دي وتنزل، يبقى كده الدير ورك اشتغل. طيب تعالوا نشيل الكلام ده كله ونشغل على المات بامب. المات بامب قلنا 2 وكام، 2 و7، ادي النقطه اللي هي الكونتاكتور كي 7 انرجايزد. هيجي ايه كي 7 يجي على طول لانه ما بيشغلش البامب فورورد ولا ريفرس، ده على طول، ده بيجي لها على طول فورورد. تمام. طب والكي 2، الكي 2 جايه هنا اهي، من الكي 2 تروح جايه على موتور المات بامب، يبقى الموتور بتاع المات بامب بيشتغل. امور سهله خالص، مش عايزك تقلق منها في حاله دي. انا بديك البيزكس، الخطوط العريضه اللي انت تشتغل بيها. خلاص يبقى احنا عرفنا ان الستة سيريستور بيطلعوا لي بوزيتيف ونيجاتيف. خلاص طيب هما السيريستور دول لحظه الاشعال بتشتغل منين؟ لحظه الاشعال، لحظه الاشعال عندنا بتشتغل منها، تعال من الايه، من المديول، دي سي مديول اهو. هتلاقي فيه هنا ست فازات، فين عشان تعرف هنا اهم، ده ايه 147 و148، فين 147 وفين 148؟ يبقى 100، ادي 148 وادي 147، يبقى دول بتوع السلكتين بتوع الايه، السيرستور الاولان. ده بيسموهم الفايرنج اوردر، الفايرنج اوردر اهو. بعد كده السلكتين بتوع السيرستور الثاني 143 و144، فين 143 143 و144، وبعدهم كام، 140 و139 اهم، 140 و139 اهم. طب الناحية التانية يبقى ده الفورورد، والريفيرس هتلاقي كام بقى، 146 149 و150 145 و146 141 142
طيب ماشي، لو خدنا واحد من دوت، تعال نكبر كده نشوف ده بيشتغل ازاي. السيرستور ده الاولاني بيشتغل ازاي؟ يبقى الستة بيشتغلوا زيه. تعال نكبر كده، تعال هنا كده اهو، خلينا في السيرستور الاولاني ده بيشتغل ازاي. يبقى دول جايين لهم من الدي سي مديول اهو، بنسموهم ايه؟ فايرنج اوردر. طب الفايرنج اوردر داخل فين؟ بيسموا ده ترانسفورمر، بلس ترانسفورمر، بلس ترانسفورمر. طب احنا عايزين نروح ندي الجيت هنا اهي، الجيت. طب ليه حاطط مقاومه؟ دي مقاومه ديزاين، عشان السيجنال اللي جايه بتاعت الجيت هنا، الفايرنج هنا بتبقى ضعيفه جدا، فاروح حاطط له مقاومه عشان ما تجيش هنا. طب تمام اهو، يبقى جه من هنا اهو ودخل هنا، طلع هنا، خلاص يبقى بقى بسويتش اون. الله، طب ايه اللي هنا دوت؟ طب السيجنال اللي جاي هنا حاططها لي 33 اوم عشان ما تخشش هنا. الله، طب ماشي، تعال نشوف ايه الدايره دي بقى. يبقى السيرستور اشتغل، طلع دي سي باور. خارج السيرستور يا رجاله هنا بيبقى شكله عامل ازاي؟ بص خلي بالك من الحته دي، مهمه جدا، دي بتاعت سناير مش بتاعت اسيستنت. الخارج بتاع الدي سي هيبقى عامل كده، خارج الدي سي عامل كده، خارج الدي سي عامل كده. يبقى انا بتكلم عن خارج السيرستور دوت، ده هو خارج السيرستور ده، هنا خرج اهو. الله، طب ايه الدايره؟ يبقى في الحاله دي اما السيرستور بخرج كهربا بالطريقه دي، بص ادام في اوبب كده يبقى فيها ساين ويف، بيسموها الاي سي ليكج، اي سي ليكج. طب الاي سي ليكج دوت لو في اي سي في الدي سي يبقى الموتور هيسخن، فراح عامل ايه يا جماعه؟ راح عامل لنا مقاومه ومكثف، مقاومه ومكثف. المقاومه تشحن فده شاحن على طول اهي، المقاومه تشحن وتفرغ في المكثف، والمكثف ايه؟ شاحن على طول، يعني شغال في الحته دي عشان يقلل لك مين؟ يقلل لي الساين ويف. يبقى خلاها فيها شبه دي سي، شايف؟ بص خلاها شبه خط مستقيم. فقال لك الاي سي ليكج في الدي سي لا يتعدى عن 50 فولت اي سي. يبقى لو الاس سي ار بتاعك بيطلع 750 فولت الى 50، يبقى بص بقى على ال 50 فيها الواحد، على ال 50 فيها ال 15، يبقى كل 15 فولت دي سي يكون فيهم واحد فولت اي سي، وده النسبه العالميه اللي موجوده. طب لما المقاومه دي مقاومه باور دي بتتحرق، فالمفروض السينيور الكتريشن، انا بكلمك كلام سناير دي في الحته دي اشرح لك، فمش عارف اعمل لك بيزكس فيها، دي ما فيهاش بيزكس، انت مهندس كهرباء زيك. يبقى في الحته دي حاطط مقاومه ليه هنا؟ المقاومه دي مقاومه باور، قلت مقاومه الباور لما بتتحرق في دايره بتبقى اوبن، ما ينفعش تبقى شورت. لما دي تبقى اوبن يبقى المكثف خلاص ما عادش يريح له كهرباء، لان المقاومه هنا بتحصل فولتج دروب، فعشان يفرغ لي هنا، فيبقى ده كله يبقى المكثف شغال بفرغ، لانه داخل في الخارج، داخل في الخارج. اول المقاومه دي ما تضرب تلاقي خارج المكثف خلاص وقف، تروح راجعه تاني، يبقى رجع لك كام؟ ده زادت بقى عن 80 او 130 فولت اي سي. يبقى في الحاله دي الموتور بتاعك بيشتغل بحوالي 60 او 70%، يبقى انت بتقلل الافشنسي، كفاءه الموتور، وتقلل العمر الافتراضي للموتور، يبقى احنا كده بندمر المواتير. يبقى لازم المقاومه دي كل شهر نعمل عليها تشيك، لانها لازم تكون موجوده، فلما تكون موجوده بتعمل لك ايه؟ زي بروفنج اوت بوت فولتج، بتعمل تحسين للفولت اللي خارج اهي زي ما انت شايف. يبقى هي حسنت الحتت اللي فيها الاي سي باور اهي اللي احنا حسناها. يبقى في الحاله دي لما ده تكون شغاله تعرف ان في 50 فولت اي سي موجودين في كل 700 فولت، كل 750 فولت دي سي، يعني قلت لك كل 15 فولت دي سي فيهم 1 فولت اي سي. يبقى كده الموتور شغال بكفاءه 95%. لما المقاومه دي بتضرب، ادام الموتور شغال بكفاءه 95% يبقى الافشنسي بتاعته 100%، يعني 95% اسف، ويبقى العمر الافتراضي بتاعه طويل جدا. انما في حاله لما المقاومه دي بتضرب، يبقى بص بيزود الاي سي عندك، ادا اي سي اي سي اي سي فوق ال 80 او 130 فولت اي سي. يبقى في الحاله دي الموتور هيسخن، ادام الموتور هيسخن يبقى الافشنسي بتاعته هتقل والعمر الافتراضي بتاعه هيقل. الامور كده واضحه جدا. تعال نروح للدي سي مديول. الدي سي مديول
هو الدي سي مديول بيعمل ايه؟ عندي بالظبط فيه يا جماعه سلكتين اتنين او تلات سلكات، دول اللي انا بحب اعرفهم. ايه اعرفهم ازاي؟ تعالى اوريهم لك دلوقتي. ادا عندي الجراوند بتاعي اهو، زي ما انا قلت لك الجراوند 153. لو انا مشيت مع الجراوند هنا، لو انا مشيت مع الجراوند، الجراوند اهو، ادا الجراوند، نقطة الجراوند اهي، ادا الجراوند، ادي الجراوند، دي نقطة الجراوند اهي 153. لو انت مشيت معاها كده هتلاقيها نازلة ل 153 هنا اهي. طيب ايه بقى 154؟ النيجاتيف 14 فولت، تطلع كده مع الماينس 14 اهي، طلع ادي الماينس 14 اهي، اهي دخلت نقطة 37 على البي سي 1، طلعت من نقطة 38 وكاتب لي ايه؟ فروم دريلر كونسول اهي ايمرجنسي اوف بوش بوتوم. قال له فين الايمرجنسي اوف بوش بوتوم؟ تعالى نيجي هنا كده اهي، اهي يبقى النقطة دي طالعة راحة فين يا رجالة؟ طالعة ادي الايمرجنسي اوف بوش بوتوم اهي، جاية هنا، عشان قلت لك دي اللي الحفار بيعمل فيها ايه؟ يضرب السويتش اللي فوق يروح فاصل كل الاس سي ارات او يفصل الانجن، يبقى دي الامرجنسي اوف بوش بوتوم اللي انا وريتها لك عند الحفار. طيب النقطه الثانيه يبقى احنا عرفنا النقطه دي الماينس 14. طب البوست في 14 بتاعتها، البوست في 14 اهي طالعه من هنا وداخله هنا اهي، عشان تطلع تروح فين؟ طالعه هنا كده وطالعه في هنا في الاندر فولت، في الاندر فولتج، وماشيه لي فين؟ جوه في الاس سي ار اهي. لو احنا مشينا مع النقطه دي كده في الاس سي ار اهي، اهي همشي بيها في الاس سي ار اهو، طالعه من الاندر فولتج. الله، ده حطيت لي هنا تمبريتشر ماونتد اهي، والناحيه الثانيه تمبريتشر ماونتد اهي، يبقى حمايه، وراح طالع كده اهو اهو، وراح فين؟ للامرجنسي اللي هي جايبه لي من هنا بوست في 14 ومن هنا نيجاتيف 14. طب هو يمشى بالنيجاتيف ده كله ليه؟ لانها لا تتاثر بالهارمونكس ولا تفقد بسهوله، الكلام ده قلناه 100 مره. خلاص يا رجاله؟ طيب يبقى دي الماينس 14 فولت، يبقى البوستف والماينس 14 فولت، هذا اللي هو عمله. ايه اللي يحصل لو البلاور هنا ده، لو البلاور حصل له حاجه، يعني وقف البلاور، يبقى الحراره هتسخن جوه، يبقى ايه التمبريتشر ماونت دي هتضرب، يبقى السيركت بريكر هيقع، لان كده الكويل بتاع السيركت بريكر واخد كام؟ واخد بوست في 14 ونيجاتيف 14، يبقى ده بيشتغل ب 28 فولت دي سي. لو حصل اي سخونيه في يمين او في شمال، يعني في الثلاثه سيرستور دول او الثلاثه سيرستور دول، التمبريتشر ماونتد هتفتح، يعني هيحصل تريبل السيركت بريكر، يعني لازم نشتغل على العطل دوت. وما نوصل الترابل شوتنج طبعا هشرحه لك بالتفصيل الممل. يبقى ده الدي سي. عندي كمان سلكتين، هم فين؟ ادي اول سلكه لازم افهمها، ادي الواير الاولاني 134، الواير الثاني اللي هو ال 131. ال 134 كاتب لي عليها ايه؟ كنترول اهو. لو احنا مشينا مع دي كده اهي، اطلع بيها على فوق اهي، بص دي، نشوف دي راحه فين كده اهي، اهي راحه فين اهي، هذا الكنترول اهي. تعالى نيجي هنا كده اهي، اهي اهي، لما السيركت بريكر ده يبقى اون، لما السيركت بريكر ده يبقى اون، يبقى النقطه دي الامرجنسي او الاكزولري بوينت دي هتبقى كلوزد، يبقى تروح طالعه فوق على 6 كام؟ دي البلاجه بتاعت الكنترول بتاعت اي اس سي ار، بيقول لي 2 دريلر كونسول كنترول باور سبلاي، اللي هي البلاجه بتاعت الكنترول بتاعت اي اس سي ار. طيب تمام، بيبقى جنب السيركت بريكر، انتوا شايفين السيركت بريكر مقفول اهو، انا هقول لك على عطل كده بتقال بسرعه، وده مالكش دعوه بيه السينيور اللي عارفه. العطل ده كانوا زمان بياخدوا فيه 24 ساعه، يعني كانت الاي دي سي بتخسر داون تايم 1 داي، يوم واحد. ليه؟ لانه كان بيطلع الاول، عشان نقطه زي دي بتبقى اوبن على طول يعني باظت، فكان بيطلع بترب لو معاه 100 ستاند، يعني يطلع في 11 ساعه وينزل في 11 ساعه، يبقى خد 22 ساعه، ويقعد يصلح سيركت بريكر يعني 24 ساعه، يعني ضيع بير داي على الاي دي سي داون تايم. في الحاله دي يا جماعه ده محطوط، بيبقى محطوط هنا في التيرمينال بلوك 8 ده،
احنا محتاجين هنا كام اكزولاري بوينت؟ نقطتين اهم، احنا حاطين 4 نقط اكزولاري بوينت، عشان لو دي باظت يبقى تاخد التانية السبير، تفك الاتنين واير دول وتركبهم في النقطة السبير، هناخد دقيقة ما ناخدش 24 ساعة عشان غير السيركت بريكر. يبقى ده العلم الحديث اللي احنا بندرسه ليه. تمام. طيب ايه اللي عندنا تاني؟ بيقول لي اس سي ار امبير، اللي هي النقطه اللي هي ال 100 431، اللي هي اس سي ار امبير. تعال نشوف الاس سي ار امبير رايح فين. اهو ادي الاس سي ار امبير جالي هنا على النقطه كام؟ على النقطه 5 اس سي ار امبير. طب لو احنا لو شفنا هنا كده بصينا، بص ادي الامبير اهو، 3 كابلات بتوع الامبير اهم اهم، بص اهم الثلاثه ماشيين اهم اهم، ادي الثلاثه رايحين فين؟ داخلين لي الثلاثه هم على بريدجايه في البي سي 1، وده لما نخش في الترابل شوتنج لما تيجي كورس الادفانسد ده، دي دايره كامله لوحدها، دي دايره كامله، فطالع منها بوزيتيف ونيجاتيف اللي هو الايه؟ طالع يدي الامبير، يعرف الدي سي مديول الامبير كام ويروح يدي. لو انت بصيت هنا هتلاقي بدي عداد الامبير اهو، ادي عداد الامبير بتاعك اهو، واخد ارضي من هنا وواخد السيجنال بتاعت الامبير من هنا اهي، وراجع يديني حاجه اسمها الكرنت فيدباك. كرنت فيدباك اهو، يعني لو معايا سلسكوب احطه على النقطه 25 البروب الاسود بتاع السلسكوب اللي هو الاوتو سلسكوب، ورقم 5 ممكن لو انا معايا افو اقيس بيه الاول اللي هو الكرنت فيدباك 2.66 من 100 فولت دي سي لكل 1000 امبير. يعني في الحاله دي ممكن اجيب الافو وانا مع السينيور الكتريشن اقول له من فضلك انا عايز نقيس الامبير، نقيس الايه؟ الفولتج فيدباك. يقول لك حاضر. الكرنت فيدباك هيقول لك حاضر، هيحط لك البروب النيجاتيف اللي هو البلاك على 25 والبروب الاحمر على النقطه 5، ويروح قايسه لك. لو طلع 2.66 من 100 او 2.5 فولت دي سي، روح باصص على عداد الامبير، لو لقيته على 1000 يبقى الكلام بتاعك ده صح 100%، افرض لقيناته من 100 يبقى نعمل له كاليبريشن نوصله ل 1000. طب لو معايا سيليسكوب واللي بيقيس الحته دي السينيور الكتريشن، عشان ما حدش يروح يجرب فيكم، يبقى بحط البروب البلاك اللي هو الفلوك سيليسكوب، يبقى اجيبه على الاوتو واحط الايه؟ البروب البلاك على السلكه او النقطه رقم 25 في البي سي 1، والبروب الاحمر اللي هو البوستيف بحطه على النقطه رقم 5 وبقيس. لازم يديني كيرف من الثلاثه دول السلسكوب. لو اداني الكيرف الاولاني يبقى الاس سي ار بتاعه كويس جدا، السته سيرستور كويسين. لو اداني الكيرف الثاني هم مديك المشكله، هو بيقول لي باد اس سي ار نوت فايرنج تشيك جيت بالس، يعني اداك المشكله واداك حلها. في الحاله دي بيبقى عندي حاجه اسمها اوبن سيركت، ادام وصلت محور اكس على الزيرو، او لو طلعت لفوق كده الباد الثانيه يبقى دي باد اس سي ار مس فايرنج، في مشكله. ادام طلعت لفوق كده يبقى في اي سي زياده، ممكن يكون في شورت سيركت عندك. ولما نخش في الترابل شوتنج الكلام ده باخد فيه ساعات وايام، يعني بنشتغل شغل كتير قوي فيه. انا بديك خلفيه عن الاس سي ار بالكامل. يبقى انت عرفت السلايد بورد عندي هنا اهو. طب تعالى هنا بقى نشوف الدي سي كونتاكتور بيشتغل ازاي. دي سي كونتاكتور البي سي 1 من على النقطه 47 والنقطه 48 اهو بتطلع البوستيف، ويبقى في هنا الدي سي كونتاكتور اللي انا وريتهولك اهو، وبنطلع هنا يبقى مين اللي بيجيب لي الماينس 14 من الدريلر كونسول؟ اهي تو دريلر كونسول كنترول باور سبلاي. يبقى دي اشيل بس الخط الاصفر ده عشان ما تتلخبطوش، واشيل كل الخطوط الصفراء اللي حواليها دي عشان ايه؟ احنا بنشرح ما تتلخبطش. يبقى انت باصص على اللي انا بشرحه بس اهو. يبقى هنا جالي ده قفل، يبقى الكنترول الحفار عمل لي كنترول، يبقى الماينس 14 تروح جاي لك على الدي سي كونتاكتور هنا. يبقى انت عرفت الدي سي كونتاكتور بتغذى منين؟ من البي سي 1، والكهرباء اللي جايه لك جايه لي من الدريلر كونسول. تشوف رقم الاس سي ار، اس سي ار 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، وتروح للنقطه 6 2 تلاقي هي اللي جايه لي على الدي سي كونتاكتور. كلام سهل جدا جدا، والترابل شوتنج اسهل من الكلام دوت. خلاص يا جماعه، يبقى احنا خلاص عرفنا هنا يبقى الدي سي اهو. طب انا طلعت بوزيتيف ونيجاتيف، بروح واخد سيجنال من البوزيتيف وسيجنال من النيجاتيف، واروح بيهم على حاجه اسمها الايه؟ الفولتج فيدباك. الفولتج فيدباك اهي الدايره اللي انا وريتها لك على النقطه 15 مديني نقطه النيجاتيف، والنقطه 2 اللي هي البوزيتيف، وبعد كده دي دايره ايه؟ سيريز مقاومات. ادام المقاومات دي سيريز يا جماعه يبقى فولتج ديفايدر، يبقى بقلل لي الفولت، بطلعهم على 101 و102،
لو انت قست على 101، تعالى نقرا كده، بيقول لي بريدج فولتج فيدباك 50 فولت فروم ايه 101 بوزيتيف اند 102 نيجاتيف فور 800 فولت اكروس اس سي ار. بقول لك لو انت قست على 101 بس حطيت البوزيتيف بتاعك على 101 والنيجاتيف على 102 بتاع الافو بتاعك وقست 50 فولت، يبقى البصبار بتاعك المواتير سحبه 800 فولت دي سي. يبقى لو احنا عملنا نسبه وتناسب يبقى 800 فولت الى 50 هتبقى بتساوي على 50 فيها الواحد على 50 فيها ال 16. يعني هنا كل ما تلاقي 1 فولت هنا، افرض انت لقيت هنا 30، مثال احسب الفولت الحقيقي على الباسبار علما ان بالقياس على 101 و102 وجد كام؟ 30 فولت دي سي، ومره ثانيه لقيناهم ايه؟ 40 فولت دي سي. يبقى ناخد، يبقى الفولت الحقيقي على الباسبار هنضرب ال 30 في 16، 3 في 16 يبقى ب 480 فولت دي سي، يبقى الموتور ساحب 480 فولت دي سي. طب لو المثال الثاني بيقول لك ان انت لقيتهم 40 فولت دي سي، يبقى نضربه في 16، 0 ل 4 في 6 ب 24، ل 4 في 1 ب 4 و2 6 يبقى 640 فولت دي سي اكروس باسبار. طيب لو معاك سيليسكوب حط البروب البوزيتيف على 101، البروب النيجاتيف على 102، هاتوا اوتو. لو اداك الكيرف الاولاني يبقى الاس سي ار بتاعك فيري جود. لو اداك الاس سي ار هنا الكيرف الثاني بيقول لي باد، يعني رديء، عندك اوبن سيركت في اي سيرستو. لو اداك الكيرف الثالث بيقول لك باد، يعني كده الاس سي ار بتاعك فيه شورت سيرستور، فيه سيرستور شورت، يعني مدخل لك اي سي باور عالي جدا. تعالوا نطلع للكرنت ترانسفورمر، للترانسفورمر باور سبلاي ترانسفورمر بتاع الدي سي مديول، بيطلع لي 12 فولت في على 6 فيزز من 100 و104 او 103 لحد 108، دول الباور سبلاي بياخد 12 فولت دي سي. انا عندي 2 سكندري، سكندري بيطلع 12 والسكندري الثاني على الترانسفورمر تي 4 بيطلع 120 فولت عشان يشغل لي لمبه الاس سي ار اون. يبقى الاس سي ار اون دي بتبقى شغاله ب 120 فولت. منين؟ من الكرنت من الترانسفورمر تي 4 في 2 سكندري، في سكندري بيطلع 12 فولت والسكندري الثاني بيطلع 12 فولت 120 فولت عشان يغذي لمبه اس سي ار اون. اول السيركت بريكر ما يبقى انرجايز كلوزد تلاقي اللمبه بتاعه الاس سي ار اون دي منوره اول تايم، عشان كده ان بيبقى في دي سي باور، يعني بيقول لي خلي بالك ان كده الاس سي ار بتاعك اون. تعالى هنا انا قلت لكم في الترانسفورمر في تي 5، التي 5 ده مين؟ ده باور سبلاي لمين؟ للبي سي 1، للبي سي 1 اللي هي السلايد بورد، السلايد بورد عشان يعمل ايه؟ عشان يغذي دي ويغذي دي، عشان يروح يغذي لك مين؟ يطلع لك دي سي باور. منين؟ اهو الدي سي باور اللي جاي، جاي لي من هنا، اللي هو رايح يغذي مين؟ غير غذي لي دي سي كونتاكتور. هنا فيه 30 امبير، وانا قلت لكم ده اسمه سيفت فيوز او شورت سيركت فيوز، وده اسمه اوفرلود فيوز، وده اسمه اوفرلود فيوز. قلت لما الاوفرلود فيوز يتحرق يبقى في ايه؟ عندي هنا في عطل بسيط جدا في الترانسفورمر تي 4، يبقى اعمل له كومبليت مينتنس وبعدين اغير الفيوز اللي اتحرق. انما لو سبته وغيرته على طول ورحت لقيت الفيوز ال 30 امبير ده اتحرق، يبقى انت عايز نيو 1 ترانسفورمر، يبقى الترانسفورمر بتاعك ده اتحرق. انا كده خلصت الاس سي ار كيوبيكال، الدرونج بتاع الاس سي ار كيوبيكال كده. احنا خلصنا الاس سي ار كيوبيكال، يعني عرفت ايه هي الكيوبيكال بتاعت الاس سي ار، ازاي الكونتاكتور بيشتغل، ازاي السيركت بريكر بيشتغل، ايه اللي موجود لي هنا عند الاس سي ار. قلنا اللي او التاني، قلنا مين البوزيتيف ومين النيجاتيف، قلنا الكي 5 ده بيشتغل ايه وبيعمل ايه. يبقى ده الاس سي ار كيوبيكال في المجمل بتاعه. ده يا جماعه انا بسجل دلوقتي الاس سي ار كورس عندك في الحاجه الفاينل. طب ازاي انت فهمت؟ انت خدت الانجن، خدت كورس الجنريتور والانجن، وبعدين خدنا كورس الاس سي ار عرفناه. طب في الاخر الحاجه دي بتشتغل ازاي؟ الصوره دي بيقول لي في هنا، لو انت شفت في سهم باور في سهم كنترول، فانا عندي الانجن روم وعندي الاس سي ار روم وعندي الدي سي موتور. طب ازاي الدي سي موتور ده بيشتغل؟ الحفار هو اللي هنا اللي بيقوم بالاوردر، مين اللي بيدي الكنترول؟ يبقى اللي بيدي الاوردر الحفار. لو ادى الاوردر بص هيروح لك فين؟ الاوردر هيروح لي للاس سي ار، هيروح الاس سي ار يونت منزلها لي دي سي باور اهو.
وبعدين يروح يدي الاوردر تاني للام سي سي اللي هو الموتور كنترول سنتر، يروح مطلع لي باور عشان يشغل لي البلاور. وبعد كده لو الموتور ده منزل لي فيلد، لو هو شنط موتور، انما لو سيريز موتور بنزل لي بوزيتيف ونيجاتيف، يبقى الموتور كده اشتغل والبلاور اشتغل. يبقى ده بالظبط ده اللي بيحصل في الاي دي سي بالظبط، هو دوت دي الدروينج اللي موجوده عندنا اللي بتشتغل بالظبط. انجن روم، اس ار روم، دريلر كونسول اللي الحفار بيبدا يتحكم فيها في كل حاجه، في كل اوبشن، كان روتري او توب درايف او دير وورك. اي سؤال يا رجاله؟ يبقى الاس سي ار عندك ايه؟ الاس سي ار ده اللي كان شغال زمان يا جماعه، ده الاس سي ار اهو زي دوت، انود وكاسود وجيت. فكنت لازم الاول عشان تشتغل في الاس سي ار، لازم لو حاجه اس سي ار من عندك او سايريستور اتحرق، لازم تقول له انا عايز ايه، سايريستور فورورد او سايريستور ريفرس. فطلعه قال لك ايه، فكانت في ناس بتخطأ في كده اهو، دايود وبقى له جيت. يبقى لو انت شلت الجيت دي بقى ده دايود عادي، تحط عليه اي سي باور هنا يطلع لك هاف دي سي بوزيتيف. انما لو حطيت جيت يعني انت بتقول له ما تشتغلش الا لما ابعت لك اوردر من هنا او تريجر بالس عشان تشتغل. فراحوا عاملين لي ايه، عملوا فيرجن جديد، قال لك بدل الناس ما تخطأ احنا هنطلع هو ايه، سيرستور واحد بس، ممكن يشتغل فورورد وممكن يشتغل ريفرس في نفس اللحظه عشان ما حدش يغلط. يبقى لما حاجه تتحرق مع اي سينيور الكتريشن، بروح متصل يا جماعه انا عايز اس سي ار سيل او عايز سيرستور، روح بعت له السيرستور. يبقى لو هو حط الاي سي باور على الانود والدي سي باور على حط الاي سي باور على الانود، يبقى هياخد من على الكاسود دي سي باور. ولو عكس بقى، حط الدي الاي سي باور على الكاسود ياخد من على الانود نيجاتيف دي سي. اهو هو ده الشكل بتاعه، التوب فيو بتاعه وده السايد فيو بتاعه. ده ايه، بتلاقي الحته اللي هي الخاصه بتاعت الانود قد الحته الخاصه بتاعت الكاسود اهو، عشان ممكن يشتغل هنا وممكن يشتغل هنا. يعني لو حطيت اي سي باور على الانود هتاخد من على الكاسود دي سي باور، ولو حطيت اي سي باور على الكاسود هتاخد من على الانود نيجاتيف دي سي باور. تمام يا رجاله؟ طيب ده الاس سي ار من جوه من عندي. ايه الاس سي ار من جوه؟ ده الفيوزات، ده الفاس اي، فيس بي، فيس سي. طيب عندي هنا 3 فيز اهم داخلين. انا قلت لك يبقى عندي كام الفيوز ده، الفيوز دوت 800 امبير، الفيوز الواحد من دوت 600 امبير، يبقى 2 ب 1200 امبير، يبقى الاس سي ار ده بيشتغل ب 1200 امبير. طيب ايه اللي بيحصل تاني عندي؟ يبقى السيرستور تحت الهيت سينك، الهيت سينك ده اللي بيبقى فيها، ده سيرستور البوستف، سيرستور البوستف، سيرستور البوستف، يبقى يطلع لي من على الباسبار اللي هنا بوستف. وهنا السيرستور الثاني النيجاتيف، سيرستور النيجاتيف، سيرستور النيجاتيف، هيطلع لي من على الباسبار اللي هنا النيجاتيف. وده مين؟ ده الدايره بتاعت الخاصه بتاعت ده الدايره الخاصه بتاعت الايه، ده المكثف والمقاومه اللي احنا قلنا بتخش في دايره الخارجه عشان تعمل لي، بيسموها دايره فلتر، لا هي بتحسن شكل الموجه اللي خارجه عشان تقلل الاي سي باور اللي رايح للمواتير عشان ما يحصلش عليه اوفر هيتنج ويبقى شغال ب زي ما قلنا. لو شغال اي سي باور يبقى الامبير عالي، يبقى الافشنسي بتاعته هتقل، يبقى المكثف ده على طول والمقاومه بيعملوا لي عمليه التسليم عشان الافشنسي يرفعها ل 97%. طيب احنا قلنا الاس سي ار لاي اوت، ده اس سي ار لاي اوت مثلا رقم واحد، فاحنا قلنا هنا بيشتغل ادا كي 1 وادا كي 6، يبقى ده بيشتغل كده ايه؟ دير ووركس، دير ووركس، احنا قلنا على اس سي ار يبقى في دير ووركس كي 1 وكي 6، وبيشتغل هنا كي 2 وكي 7، يبقى بيشتغل مات بامب 1. والكي 5 اللي في اس سي ار 1 يا رجاله، ده قلنا اللي هو بتاع السيريز اللي بيعمل موتورين سيريز. طب بعد كده اس سي ار
2 اس سي ار 2 ادام تلاقي فيها 7 دي سي كونتاكتور يبقى بيشتغل الثلاثه اوبشن. بيشتغل ايه؟ 1 و6 دير ورك ايه، 2 و7 مات بامب 1، 3 و4 روتري او توب درايف، كي 5 اللي في اس سي ار 2 قلت لك ده بتاع الفورورد والريفرس بتاع الدير ورك. طب تعال نروح لاس سي ار 3. اس سي ار 3 فيها 7 دي سي كونتاكتور يبقى بيشتغل 3 اوبشن، 1 و6 بيشتغل دير وركس، 2 و7 1 و6 دير وركس، 2 و7 كي 2 وكي 7 بيشتغلوا مات بامب 2 عشان احنا في اس سي ار 3، كي 3 وكي 4 توب درايف او روتري. بعد كده اس سي ار 4 ما فيهوش كي 5، كي 5 اللي موجود اللي في اس سي ار 3، كي 5 اللي في اس سي ار 3 ده خاص بالفورورد والريفرس بتاع مين؟ بتاع التوب درايف او الروتري. كي 4 اس سي ار 4 ما فيهوش كي 5 وما فيهوش 3 و4، يعني بيشتغل دير ورك ايه 1 كي 1 وكي 6 للدير ورك ايه، وكي 2 وكي 7 بتاع مات بامب 2. ده اللي اوت بتاع الاس سي ارات اللي انا قلت له عليكم، بحيث ان انا بوريتكم البراكتيكال واشتغلت معاكم الثروتيكال اللي هو العادي. ايه يبقى انت كده معاك الاس سي ار لاي اوت. اي سؤال يا رجاله؟